كما تنضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. مساء الخير سيدة سوسن، قد نطرح ذات التساؤل الذي طرحناه على الدكتور محمد، برأيكم ما سبب هذا السلوك المتطرف الذي تنتجه قطر، خاصة وأنه بحق بحارة واضح بأنهم غير مسلحين وغير خطرين على النظام القطري ومتعاونين حتى مع الدوريات القطرية؟ مساء الخير. السلوك القطري يريد من خلاله أنه يثبت واقع يعني الأمر فرضا كما هم يريدون، وهم يخططون وهم يرسمون الحدود. اعتبار المياه اللي يصيد فيها الصيادون أنها هي مياه قطرية، هذا القرار وهذا الخط الذي رسم من قبل قطر لم يتم بالاتفاق مع البحرين، وكما هو مفروض ومعتمد في جميع تخطيط الحدود الرسمية بين أي دولتين، وكما فعلت قطر حتى مع إيران، قبلت أن تحدد الخطوط بينها وبين إيران ولم تقبل أن تحدد حدودنا السياسية مع البحرين، قبلت مع السعودية، قبلت مع الإمارات، وظلت مع البحرين تريد أن تفرض أمر واقع بوضع اليد. فهي تعتبر المياه هذه هي اختارت وقررت أن يكون هذا الحد وهذا الخط اللي هي رسمته أنه مياه قطرية. البحرين لم تحدد ولم تعترف بالحدود السيادية بينها وبين قطر كما تريد قطر. البحرين عندها حقوق ثابتة تاريخية مثبتة بوثائق بخرائط بمعاهدات. بريطانيا تركت الأمر في هذه الخطوط السياسية والحدود السياسية بين كل الإمارات الخليجية بما فيها البحرين وقطر، ووضعت من 1939 هذه الخطوط هي مثبتة، ولذلك البحرين متمسكة بحقها. لكن السياسة القطرية كما هي وليست فقط مع البحرين، مع الجميع، تحاول أن تفرض أمر واقع، فإن نجح كان بها وإن لم ينجح بكل حادث الحين. نعم سيدة سوسن، السلوك العدائي الذي تنتجه قطر لم يقف عند الحد السياسي والعسكري فقط، ولكن حتى في تعاملها مع البحارة هناك تجاوز لمبادئ الإنسانية، هم بحارة ولا يشكلون أي خطر، ومع ذلك استهدفتهم بالرصاص وقتلت حتى بعضهم، ما هو تعليقك على ذلك؟ مع الأسف هذا النظام سلوكه من البداية كان يتسم، هذا نزق وتهور يعني، ولا في أي حق للجيرة ولا أي حق حتى المراعاة الحالة الإنسانية لهالناس البسطاء اللي كل همهم أنهم يصيدون ورزقهم في البحر. ما افتكرت في هذه يعني مصادرة ممتلكاتهم، إطلاق النار عليهم، اعتقالهم، حتى بعضهم يحتاج إلى رعاية صحية لم تمنح عليهم، يعني لم تراعي أي من الحالات الإنسانية. وهذا يعني سلوك غريب علينا كخليجيين، علينا كعرب، كمسلمين. مع الأسف قطر اعتادت على هذه الممارسات، وحتى شفنا في الحادثة الأخيرة مع الزوارق الخاصة بخفر السواحل، رفعت السلاح عليهم وفي قوارب يعني في عمل أقرب إلى القرصنة. القوارب لم تكن تحمل لا شعار دولة رسمية ولا علم دولة رسمية ولا رقم، يعني هذه أقرب إلى القرصنة. نعم. لا نعهد يعني هذه السلوك والممارسات من أي دولة خليجية تجاه بعضها بعض، فقط من قطر على البحرين تحديدا. هي حاولت مع المملكة العربية السعودية لكن وضع لها حد، الآن هي تجرب حظها. احنا في البحرين ناس يعني من خلقة الدنيا مثل ما يقولون، نعم، مسالمين متسامحين. نعم قبلنا ان نغض الطرف وان نصبر وان نتحمل هذا النزق اكراما للمصالح الخليجية ولوحدة الصف ولمنظومة مجلس التعاون، ولكن آن الاوان الان ان وهذا حق من شرعي لنا، خاصة ان الميثاق والدستور يمنع أي بحريني أو أي أحد أو أي جهة أنها تتنازل عن شبر من الأراضي البحرينية والمياه البحرينية، وهذا حقنا الشرعي في أن احنا نحافظ عليه وسنتمسك به، ونأمل من جميع الوسطاء والإخوان في مجلس التعاون أنهم ينظرون
إلى هذه المسألة باعتبارها حق شرعي لمملكة البحرين. نعم، الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.